الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. اليوم هو احد الاستعداد او احد الرفاع، وهو الاحد اللي بيسبق صوم الاربعيني المقدس، وهو اللي بنسميه برضو الصوم الكبير، ويسمى النهارده احد الرفاع عشان خاطر ده اليوم اللي بيترفع فيه الاكل اللي عادي من المائده بتاعتنا، عشان ناكل اي اكل بقى خلاص، مش لازم نحضر اكل ونهتم باكل، هنرتفع فوق مستوى الاهتمام بالاكل عشان خاطر نهتم بحاجه اهم من كده، نهتم بارواحنا من اول بكره لمده 55 يوم. يبقى الاهتمام للروح مش للجسد، او زي ما حد من الاباء مره قال كده، قال ان احنا في الصوم لما بنفكر في السماء قوي ونرتفع قوي لفوق، بننسى خالص الاكل ده وشكله ايه، والمفروض ناكل ايه ونشرب ايه، والاكل الشهي بتاعنا اللي احنا كنا بنهتم بيه قبل كده، نرتفع فوق. فعشان كده سموا الاحد ده احد الرفاع. الصوم الأربعين المقدس، احنا عارفين ان السيد المسيح صام عنا كم يوم؟ 40 يوم و40 ليلة، فاحنا بنصوم 40 يوم زي السيد المسيح، لكن الواقع اللي احنا بنصومه اسبوع قبل الأربعين واسبوع بعد الـ40 يوم. اسبوع قبل الـ40 بنصوم اسبوع نسميه اسبوع الاستعداد، نستعد فيه للصوم الـ40 المقدس، وفيه بناخد فرصة ان احنا نصوم انقطاعي بدل ايام السبوت اللي بنصومها وقت الـ40 المقدس. والاسبوع الاخير هو اسبوع البسخة المقدسة، اللي هي اسبوع الام مخلصنا، واللي بنصومها قبل عيد القيامة. فيبقى 47 وسبعة ويوم عيد القيامة، يبقى كده 55 يوم، يعني نوصل ل55 يوم في اخر الصيام. كل سنة وحضراتكم طيبين. حب النهاردة بنعمة الله نفكر في فكر الصوم، وإزاي إن الصوم في ذاته ما هوش الهدف بتاعنا. زي ما احنا بناكل عشان خاطر الجسد ده يحيا، احنا ما بناكلش عشان لازم ناكل وخلاص، او عشان بنستطعم الاكل وخلاص، لا، ما فيش الكلام ده. الهدف الاساسي للاكل، الواحد بياكل عشان يعيش، عشان جسمه ما يتعبش، عشان ما يتأثرش، عشان ما يعياش، عشان ما يجلوش أمراض كتيرة. والواقع احنا بنصوم لسبب برضو مختلف عن ان احنا نصوم لأجل الصوم. احنا بنصوم عشان خاطر روحنا تنتعش. زي ما الأكل له غاية ما هوش غاية في حد ذاته، الصوم كمان هو مجرد وسيلة لغذاء أرواحنا، لألا تلاقي روحك كده تذبل وتضعف. زي ما واحد يكون مش بيغذي جسده كويس، جسده يذبل ويضعف. وقال لنا السيد المسيح كده النهارده ان مش كل صوم ينفع يبقى اسمه صوم كويس. في اصوام ملهاش اي علاقه بغذاء الروح، ملهاش اي علاقه بانها تكون صوم مثمر ومقبول امام الله. في اصوام شكليه، أصوام يبقى الواحد فيها كل اهتمامه بس بإيه اللي كلناه وإيه اللي ما كلناهوش، والروح مش دريان بيها خالص. صوم غير روحاني، صوم لا يثمر، ويبقى عمال بيعذب في جسده، وهو في الآخر ما خدش فايدة روحية في النهاية على أي حال. زي سمعت عن بلد في الهند بيعملوا مسابقة للصوامين، يشوفوا أكتر واحد عنده إرادة إن هو يصوم أكتر أيام، واكثر واحد عنده قوه جسديه ان هو ينقطع عن الاكل. بيصوموا وبيكسبوا جوائز، لكن في الواقع ما فيش اي فايده روحيه من خلال الصوم ده. هو كنيسه تهيئ نفوسنا النهارده للصوم المثمر. ازاي صومك وصومي يبقى صوم مثمر روحيا، مثمر للسماء؟ وتقرا لنا جزء من الموعظه على الجبل من انجيل متى الاصحاح السادس، وهو المعروف بانجيل الصدقة والصوم والصلاة والصوم، الصوم والصلاة والصدقة. كأن المسألة مرتبطة ببعضها، إن ما ينفعش إن أنا أصوم من غير ما يكون في ممارسات تانية تخلي صومي ده صوم مثمر. يبدأ إنجيل النهاردة بالصدقة، بيقول كده السيد المسيح: احترز إن أنت تكون بتعمل صدقة قدام الناس عشان خاطر يتفرجوا عليك، وإلا يضيع أجرك في السماء. لو عملت رحمة ما تروحش تعمل زي المرائين الفريسيين زمان. كان لما حد يجي يوزع فلوس
يطلع واحد ببوق قدامه يزمر يقول فلان الفريسة هيوزع النهاردة، تعالوا عشان خاطر تستلموا العطايا بتاعته. سيدنا المسيح يقول لنا احترس من ان انت تعمل كده، فاذا صنعت رحمة لا تجعل شمالك تعلم ما تفعله يمينك. بعد كده يكلمنا عن الصلاة، وفي النهاية يكلمنا عن الصوم. كأن الصوم مرتبط بجناحين يقدر من خلالهم يبقى صوم مثمر. الجناح الأولاني اسمه الصلاة، والجناح الثاني اسمه الصدقة. والواقع أن الصلاة هي انفتاح عن الله. صوم المعدة من غير ما يكون فيه اهتمام بحياتي بعلاقتي بربنا، ده مجرد تعذيب للجسد وخلاص. لكن يتحول الصوم لصوم روحاني بمجرد ما ابدا انفتح على ربنا من خلال الصلاه. يخلي تخلي الصلاه الصوم له قيمه، بدل ما يبقى ضيق وثقل وهيخلص امتى الصوم واحنا لسه بدري قوي، ده احنا لسه يا دوبك ما ابتديناش وعايلين الهم. ما يحصلش كده لما نكون بنصلي كويس، لان في الواقع في الصلاه بنبدل غذاء أجسادنا بغذاء أرواحنا. تصلي حلو، تصلي كتير أثناء الصيام تلاقي نفسك شبعان، فتبدل شبع بشبع وتلقى الروح شبعانة، فالروح تشيل الجسد كده هو. واللي يصلي كويس أثناء الصوم، اللي يزود صلواته، اللي بيرتبط بربنا كويس في الصلاة، يلاقي نفسه مرتفع لفوق، فما مهتمش قوي بأكله ولا بشرب، مهتمش بإمتى الصوم هيخلص. بل بالعكس، كتير من الصوامين والقديسين كانوا يتمنوا إن الصوم يطول عن كده. كلنا عارفين القصة بتاع المنادي اللي راح ينادي مرة في أحد الأديرة يقول لهم الصوم ابتدى، الصوم الكبير ابتدى، الصوم الكبير ابتدى. وطلع له واحد من رهبان الشيوخ قال له احنا لم نعلم أن هناك إفطارا. ما كانوش يعرفوا أن الدنيا فطرت أصلا، كانوا عايشين في صوم باستمرار، لأن من خلال الصوم بتاعهم ده هو كانوا بيرتفعوا لفوق. عشان كده لو تلاحظ بنصلي اسمة مشهورة واحنا قبل ما نتناول على طول، صلاة القسمة في أثناء الصوم اسمها قسمة الصوم والصلاة، وتبدأ بكلمة بالصوم والصلاة، وتورينا العجائب اللي ممكن تعملها الصوم والصلاة. أدت قوة لإيليا الصوم والصلاة، رفع إيليا إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود، وأدوا لموسى الوصايا المكتوبة بإصبع الله. الصوم والصلاة خلى أهل نينوى لما يتوبوا ربنا يقبل توبتهم. الصوم والصلاة عمل بهم الأنبياء وتنبأوا عن السيد المسيح، وعمل بهم الشهداء واستشهدوا على اسم السيد المسيح، ولغاية النهاردة بيعمل بهم الأبرار والصديقين ولباس الصليب، ويعيشوا طول حياتهم شبعانين بس بالصوم والصلاة. يسكنوا في المغاير والجبال وشقوق الأرض عشان خاطر محبة المسيح اللي بيعبروا له عنها بالصوم والصلاة. الصوم والصلاة قوة روحية غير عادية، أحلى من أي أكلة ممكن تاكلها عشان تكون عارف. ومش بس كده، لكن أكلة تقعد معاك لبعد كده، أكلة تديك قوة روحية تسندك في السماء هناك. ولما السيد المسيح اتكلم عن حروب الشياطين وقوتهم، قال هذا الجنس لا يخرج إلا بإيه؟ بالصوم والصلاة. يعني مش بس طبيعتنا الضعيفة ده هي تبقى مهزومة قدام عدو الخير، لا، ده احنا لما بنصوم ونصلي بفرح وبأمانة وبصدق، بيبقى عندنا كمان قوة على عدو الخير، زي ما مكتوب كده في مرقس الأصحاح التاسع وفي متى الأصحاح 17. فالواقع ان الصوم هو انفتاح على ربنا. انفتاح على ربنا يعني ايه؟ انا اتصل بربنا اكتر. والمفهوم التاني اللي يخلي الصوم بتاعنا صوم روحاني، صوم مثمر، هو التوبة. لان محدش فينا يقدر ينفتح على الله من غير ما يتوب توبة حقيقية. واشهر اصحاح في الكتاب المقدس عن فكر الصوم هو اصحاح في العهد القديم، هو اصحاح سفر اشعياء الاصحاح الايه؟ 58. صح، 58 في سفر اشعياء يتكلم يقول خدوا بالكم في اصوام ربنا ما بيحبش يشوفها. يقول هذا صوم، لا هذا 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 صوم اختاره. واحد يجي بالخصومه وبالنزاع ومتخانق مع حد ومتخاصم مع حد ويجي عشان خاطر يصوم، صوم ايه ده هو؟ يجي يقول ده مش الصوم اللي اختاره، هذا هو الصوم الذي اختاره، فك عقد النير.
وحل ارباطات الشر، ان انا اقرر ان انا اتخلص من العاده الشريره اللي عندي، اقرر ان انا اتوب عن الخطيه الادانه الصعبه اللي انا عمال ادين بيها الاخرين، اتوب عن الكره للاخر والغيره من الاخر، اقرر ان انا اتصالح مع الكل. عشان كده لو تلاحظوا انجيل عشيه امبارح اللي مننا حضر عشيه، وانجيل باكر النهارده، وحتى النهارده السيد المسيح هو بيتكلم عن الصلاه يركز على فكره محدده، كان الكنيسه بتقول لنا خدوا بالكم في فكره مهمه في التوبه، انك تغفر للاخر. السيد المسيح لما علمنا الصلاه الربانيه النهارده هو بيعلمنا عن الصلاه، علمنا الاول ازاي نتكلم معاه. يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك. نتكلم حاجات بخصوصه هو، نقدس اسمه، نقول له يا رب عايزينك تملك علينا، ونقول له يا رب لتكن مشيئتك، عايزين نرضى بمشيئتك في حياتنا. وبعد كده نتكلم حاجات خاصة بينا احنا، يقول خبزنا كففنا، يعني نطلب منك احتياجاتنا، أعطينا خبزنا كففنا، أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. احتياج لينا، محتاجين ان انت تغفر لنا يا رب، ومحتاجينك تساعدنا ان احنا نغفر للاخر، ومحتاجين ان انت تساعدنا ان احنا ننتصر على عدو الخير، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. السيد المسيح يعقب في اخر الصلاه الربانيه ويقول كده اهو، فان لم تغفروا انتم بعضكم لبعض زلتكم فلن يغفر لكم ابوكم السماوي. كان الصوم مرتبط كمان بفكر الغفران، مش بس بالصلاه، مش بس بالتوبه، لكن بشكل خاص بالغفران للاخر. اوعى تكون بتبدا الصوم النهارده وانت شايل من حد، او مش عارف تسامح حد، او في قلبك شر ضد حد. احترس من كده، لان ده مش بس صوم ما يفرحش ربنا، ده اتجاسر اقول ده ممكن صوم يزعل ربنا، لان انت بتصوم ومتصور ان انت بتعمل بر وبتعمل خير، وانت في الواقع في حاجه داخل قلبك تزعج محبه ربنا، وتزعج قلب المحب للجميع. الصوم انفتاح على الله في صلاة، الصوم انفتاح على الله في توبة حقيقية. أرجوك لو لغاية النهاردة ما شفتش أب اعترافك، على الأقل شوف أب اعترافك أو أول أسبوع في الصيام. كتير مننا يهمل سر التوبة والاعتراف، ويشوف أب اعترافه كل سنة سنتين مرة لو حصل، وكتير ما عندهمش أب اعتراف، ما عندهمش ممارسة التوبة ده هي. فكر على الأقل فيها بالشكل ده، كل صيام كبير، اقصد يعني كل صيام عدد ايامه كتيره، لازم تكون شفت اب اعترافك. احنا عندنا اربع صيامات كبيره في السنه، الصوم الكبير اللي احنا فيه ده هو، وصوم الميلاد، وصوم الست العذراء، وصوم الرسل. اربع مرات على الاقل تكون شفت اب اعترافك، تجدد حياتك، تجدد توبتك، لان من غير توبه الصوم ملوش معنى، الصوم ملوش قيمه. ويلفت نظرنا بعد كده السيد المسيح في انجيل النهارده، لان في حاجه كمان تدمر كل فايده روحيه ممكن نعملها، مش بس تدمر الصوم، لكن تدمر كل ممارسه روحيه، اسمها العباده الشكليه والتدين الشكلي. قول اوعى تكون بتدي صدقه عشان الناس تتفرج، اوعى تكون بتصوم عشان تفرج الناس ان انت صايم وتروح، لا تكونوا عابسين كالمرائين، ما يبقاش وشك كده مكشر ومتضايق من الناس، او تروح تصلي عشان خاطر تفرج الناس اللي حواليك. احترس من الرياء، احترس من العبادة الشكلية، لأن ده هيضيع كل فايدة أنت بتعملها في الصوم. كتير للأسف يجوا كتير الكنيسة، ويجوز بيخدموا في الكنيسة، يجوز حافظين، ويجوز عارفين حاجات كتير قوي، لكن مشكلتهم بعد كل الجهاد اللي بيعملوه إن هم بيعملوا الجهاد ده لإيه؟ للمستمعين، للمتفرجين. ما يطلبه المتفرجين بيعملوه، عايزين شكل معين في المشي بيمشوا، عايزين شكل معين في الترنيمه بيرنموها، شكل معين في طريقه الخدمه بيعملوها، لاجل الاخر مش لاجل المسيح. وهنا يحذرنا السيد المسيح، يقول احترس لئلا تكون استوفيت اجرك، احترس لئلا تكون عندك التدين المسرحي ده هو، عبادتك عباده شكليه مش بتتصل فيها بربنا، على قد ما انت كل اللي انت بتعمله بتبيع للاخر ممارسات مزيفه، انت في الواقع واقف مش بتصلي،
لكن عايز اللي جنبك يشوفك ان انت بتصلي وخلاص، ولا اتصلت بربنا ولا فرحت بيه ولا شفت الغنى اللي ممكن يديهولك لما تتصل بيه. بداية الصوم هو انفتاح على الآخر، انفتاح على ربنا من خلال صلاة عميقة، ومن خلال توبة، ومن خلال رفض للعبادة الشكلية. ونهاية الصوم أو الحاجة التانية المهمة اللي أشار لنا إنجيل النهاردة فيها، هو انفتاح على الآخر، على أخوك وأختك اللي حواليك، على المحتاج. المسألة بدأت متى صنعت صدقة؟ عايز تصوم صوم حقيقي، تحتاج إن أنت أحتاج معاك إن احنا نفكر في الآخر، قدم محبة للآخر، شوف العيان، شوف المحتاج، شوف المتألم، شوف المريض، شوف العريان زي ما بيقول سفر أشعياء، وشوف تقدر إزاي إن أنت تساعد في ده. يقول كده السيد الرب في أشعياء 58، يقول: أليس هذا صوما أختاره؟ هو أن تكسر للجائع خبزك. يبقى معاك رغيف كده هو هتاكله، تقول: لا، هاخد نصه بس وودي النص التاني للمحتاجين. يقول لنا تاريخ الكنيسة إن في أيام العصور اللي كانت فيها الكنيسة قوية، أيام الشهداء والمعترفين، كان الناس تصوم عشان خاطر توفر أكل للفقير، عشان الاكل اللي يكون معاهم ده، هو بدل ما كل واحد يوم ياكل رغيف في اليوم او في الطاقه، ياكل بس نص رغيف ويدي للفقير النص الثاني. ان تكسر للجائع خبزك، وان تكسو العريان، وان لا تتغاضى عن لحمك. يقول كده ربنا في الصوم المثمر او الصوم المقبول. احد الرفاع ينبه قلوبنا النهارده لئلا نكون بنصوم كما لقوم عاده، لئلا نكون بنصوم بس بنعذب معدتنا وخلاص، وما بنستفدش اي فايده روحيه. البدايه في انفتاح على الله، صلاه صادقه من غير عباده شكليه، واتصال حي بربنا من غير كبرياء الفريس اللي راح قال لربنا: بص انا بصوم مرتين في الاسبوع وبعشر كل ما اقتنيه. قلب مثل قلب العشار اللي بيقول لربنا: ارحمني يا رب انا الخاطي. عشان كده حتى تلاحظوا ان المرد بتاع الانجيل في وقت الصيام: اخطأت يا رب يسوع اغفر لي، ليس عبد بلا خطيه ولا سيد بلا مغفره. يرتبط الصوم بانفتاحنا على ربنا من خلال صلاة، من خلال التوبة الحقيقية، ومن خلال رفض العبادة الشكلية، ويرتبط أيضا بانفتاحنا على الآخر من خلال العطاء بلا حدود للآخرين. لإلهنا المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.